السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يوتيوب، قناة الشباب المتميز. والحلقة دي إن شاء الله هنشتغل مع بعض من كتاب ماي نيو فريند، المراجعة العامة والنهائية لمنهج الترم الأول، مراجعة الترم الأول ماي نيو فريند لعام 2022. الحلقة دي إن شاء الله هنشتغل جزء المهارات وتيست اللي هو على يونت 4. يا ريت على ما يخلص الانترو تضغط لايك للفيديو وشير الفيديو مع زملائك على وسائل وسائل التواصل الاجتماعي، ولو قدرت انك تدعم القناه بتحويل مبلغ مالي على رقم فودافون كاش الظاهر قدامك على الشاشه اكون ممتن جدا. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مره تانية، ويلا بينا نبدا. بسم الله. اول حاجه عندي بتكلم عن الرايتنج سكيلز، اللي هو الجزء الخاص بالبريد الالكتروني، كتابه البريد الالكتروني، رايتنج ان ايميل. قال لي ذا فورمات اوف ان ايميل، اللي هو شكل البريد الالكتروني، بتكون من ايه؟ اول حاجه بتكون من كلمه فروم لاين، اللي هو سطر المرسل سندر، يليه بعد كده ريسيبيانت اللي هو المستلم، اللي هو اسمه تو لاين، اللي هو سطر المستلم، والسطرين دول بيكون فيهم ايميلات. اللي بيكون قبل العلامة دي اسمه يوزر نيم، واللي بيكون بعدها اسمه دومين نيم. دومين نيم يعني ممكن يكون مثلا جيميل، وده اشهر حاجة موجودة دلوقتي، او ياهو او هوت ميل، كل دي دومينات موجودة وشغالة. بعد كده تالت سطر اللي هو بيكون السبجكت لاين، اللي هو سطر الموضوع او شريط العنوان. بتلاقي فيه كلمة سبجكت او كلمة اباوت، وبعدين بتكتب هنا كده عنوان البريد الالكتروني بتاعك. بتفتتح البريد الالكتروني او الرساله الالكترونيه بتاعتك بالجريتنج اللي هي الفاتحه، او سوليتيشن اللي هي التحيه. بعدين بتنتقل للجزء بتاع البادي اللي هو جسم الايميل، اللي هو ذا بادي كونسيست اوف از ميني باراجرافز از ايدياز يو ديسكاس. بيقول لي جسد الايميل بيتكون من باراجرافات كتيره جدا وافكار كتيره على قد ما انت عاوز تناقش في الرساله بتاعتك او الايميل بتاعك. بعدين بتقفل بالكلوزنج اللي هو الخاتمة، وبعدين اخر حاجة سيجنيتشر اللي هو ساين اوف او التوقيع. والايميلات عندك على نوعين، الفورمال والانفورمال، اللي هو الايميل الرسمي والغير الرسمي. الايميل الرسمي انت ممكن تبعته الى اكاستمر، عميل، امانجر، مدير، اكامباني، شركة، ممكن اجيب ابليكيشن تكون عاوز تقدم طلب وظيفة لشركة، او a complaint to a shop، او تقدم فيه شكوى لمحل. لكن الانفورمال to a college، لزميل في العمل او لزميل دراسة، to a friend، صديق، to a relative، قريب من الاقارب، an invitation to a friend at your workplace، في دعوة الى صديقك في مكان العمل، تبعت له دعوة عشان يحضر مثلا حفلة عيد ميلاد او حفل زفاف او اي حاجة. دي كلها الحاجات اللي انت ممكن تستخدم بيها الانفورمال ايميل، اللي هو الايميل غير الرسمي. بعد كده الجزء الخاص بالتحيه، الجريتينجز او السليتيشن. في الايميل الرسمي بتقول دير سير، او دير مدام، او دير بروفيسور، او دير مستر، او دير مز. وطبعا بستخدم كلمه مز لما ما بكونش بعرف الشخص اللي انا هكلمه، اذا كان واحده ست متجوزه او واحده ست مش متجوزه. طيب الايميل بقى غير الرسمي بقول هاي، هاي، هلو، دير، وهكذا. وتقول بعد دير اسم الشخص مباشرة، لكن هنا دير تقول له دير سير، سيدي، عزيز السيد او سيدي العزيز، دير مدام وكده. لكن هنا بتقول مثلا تكون عارف اسم الشخص تقول له دير احمد، دير محمود، وهكذا. انت هتتكلم عن reason for writing، اللي هو سبب الكتابة. لو انت عاوز تتكلم عن سبب الكتابة في جسم الموضوع هتقول for further information about، لمعلومات اضافية عن، او regarding the meeting، بخصوص الاجتماع، او with regard to the complaint، او فيما يخص الشكوى. ده في الايميل الايه؟ الفورمال الرسمي. طب في الانفورمال بقى ممكن تقول just a quick question about، فقط سؤال سريع عن، او تقول I was wondering if، كنت أتساءل عما إذا، أو ممكن تقول I wanted to let you know that، كنت عاوز أعرفك بأن، وهكذا. طيب لو أنت عاوز making a request، عاوز تعمل طلب في إيميل رسمي،
الصيغة يكون ازاي؟ ممكن تقول could you please let me know if، ممكن من فضلك تقول لي او تسمح لي اعرف لو، او تقول I would appreciate it if you could، او ممكن تقول بكل بساطة could we. لكن في الايميل غير الرسمي بتقول بقى ايه، I was just wondering if، كنت فقط اتساءل عما اذا، نفس اللي فوق دي I was wondering if، او would you mind، هل تمانع، او can you tell me، والاختصار اللي موجود قدامك ده ASAP، اللي اختصار كلمة as soon as possible، يعني بأسرع ما يمكنك، هل يمكن ان تتصل بي بأسرع ما يمكنك. اما بقى لو انت هتعمل الاندنج، هتقفل الباراجراف، فانت ممكن تقول yours sincerely في الجواب الرسمي، الايميل الرسمي قصدي، او كلمة faithfully، او kind regards يعني مع اطيب تحياتي، best wishes مع اطيب التمنيات، او كلمة thank you يعني شكرا لك. نفس الكلمة اللي هي thanks ممكن تستخدمها في الايميل برضو غير الرسمي بالشكل ده، انك تقول thanks او take care، love، catch up soon، see you later، اراك لاحقا، او talk to you later، هكلمك لاحقا، او soon، او bye، او cheers، كل ده في الايميل غير الرسمي. بالنسبة بقى للغة اللي انت بتستخدمها عند كتابة الايميلات، لو انت هتستخدم ايميل رسمي لازم avoid using abbreviations، تتجنب استخدام الاختصارات، كمان الكونتراكشن، تجنب استخدام الاختصارات اللي هي بالشكل ده، اللي هو شايفين بصوا كلمة ايام بالشكل ده، دي فيها حاجة اسمها contraction، يعني انت ممكن تكتبها كده في الايميل الرسمي، لكن لو هتكتبها في الايميل غير الرسمي تبقى بالشكل ده. ده بالنسبة دي معنى كلمة contractions. كمان تتجنب استخدام السلانج اللي هي الالفاظ العامية، والايموشنز اللي هي الحاجات اللي هي بتكون بالشكل ده، ما ينفعش تستخدم الايموشنات دي في الايميلات الرسمية. اما بالنسبة بقى للايميلات غير الرسمية، فانت تستخدم الكونتراكشنز عادي زي كده، اتس او كلمة ايام او يول وهكذا، دي كونتراكشن، او تستخدم الفريزال فيربز زي put you up او check out، وممكن كمان تستخدم الكولوكيال لانجوج اللي هي اللغة الدارجة او اللغة العامية، زي مثلا لو تحب واحد تسأله عن كيف يشعر او حاله تقول له how are you doing، اللي هي اختصار ل how are you، بس دي باللغة الايه، باللغة العامية. او ممكن برضو كمان writing as we think، يبقى انت كل ما بتتكلم كل ما حاجة تخطر في بالك تكتبها، زي مثلا تبقى بتكلمه في حاجة وفجأة تقول له by the way، بالمناسبة، وتقوم داخل في موضوع تاني، او تقول anyway على اي حال، وتقوم داخل في حاجة تانية، اللي هو ايه، كل ما يخطر في بالك تقوم كاتبه بدون ترتيب وبدون تنظيم. اخر حاجة في الايميل اللي هو السيجنيتشر، قالك في السيجنيتشر use your first and last name، لما تيجي تختم او تيجي تكتب توقيعك في الايميل الرسمي استخدم اسمك الاول واسمك الاخير، يعني انا مثلا اول الفيرست نيم بتاعي صبري، واخر اسم في اسمي ياسين، فانا دايما بسمي اسمي كده على وسائل التواصل صبري ياسين. اما بالنسبة بقى للايميل غير الرسمي، you could simply skip a sign off altogether، بقول لك انت يمكن ان تتخطى ببساطة التوقيع تماما، تتخطى تماما، يعني ممكن حتى ما تكتبش اسمك، ليه، انت اكيد بتكلم شخص انت عارفه في ايميل غير رسمي، فالدنيا بتبقى حلوة. يعني هننتقل بعد كده للتمارين الخاصة بالرايتنج سكيلز. اول سؤال عندي بيقول what is an email، ما هو الايميل؟ الإجابة it's a note message، it's a digital message، إنها رسالة رقمية. mineral دي معناها معدن أو معدني، زي mineral water مية معدنية. casual يعني لا مبالاة أو فوضوي. tutorial معناها درس خصوصي. رقم 2، what should you do before you click the send button، ما الذي ينبغي عليك فعله قبل أن تضغط على زر الارسال. طبعا كلنا في الواتس وفي التليجرام وفي الميسنجر اي حاجه تلاقي في علامه زي المثلث كده بعد جنبها مستطيل بتكتب فيه الرساله بتاعتك، وبعدين بتضغط على المستطيل ده، فبقول لك قبل ما تضغط على زرار الارسال ده هتعمل ايه بقى. فقال I should reread the email، يجب ان او ينبغي ان انا اعيد قراءه الايميل قبل ما ارسله، عشان لو ناسي حاجه، حابب اضيف حاجه، غلطت في حاجه وهكذا. رقم 3،
بقية الكلمات معانيها greet the recipient، أقدم التحية للمستلم، لا. use an envelope، أستخدم ظرف جواب ورق، برضو لا. write abbreviations، أكتب اختصارات، برضو لا. رقم ثلاثة، what can't be used in a formal email، ما الذي لا يمكن استخدامه في الإيميل الرسمي، السلانج اللي هي الألفاظ الدارجة أو اللغة العامية. models يعني الأفعال الناقصة، words يعني كلمات، descriptions يعني أوصاف. رقم أربعة، which of the following can we use to conclude a formal email، يعني بيقول من أي الحاجات اللي جاية دي، إيه اللي إحنا ممكن نختتم بيه إيميل رسمي. كلمة yours أو التعبير yours answers yours sincerely اللي هي بكل إخلاص، باي و سي يو ليتر و لاف، دي الحاجات دي بستخدمها في الإيميل الانفورمال. رقم خمسة، we write the address of the نقط on the TO line أو تو line اللي هو شريط حرف الجر تو، دي بكتب فيه إيميل مين أو عنوان مين، ال recipient اللي هو المستلم. إنما subject دي معناها الموضوع، و writer دي معناها الكاتب، و sender دي معناها المرسل. المسألة اللي بعدها رقم ستة، دير از ا والان نقط، دير دي تعتبر ايه، greeting يعني تحية، body يعني جسد او جسم، و signature يعني توقيع، و closing معناها خاتمة. رقم سبعة، ا نقط is part of an email that contains the address of the sender and the recipient، الاجابة كلمة header اللي هي معناها الرأس اللي هو الجزء الاعلى او الجزء العلوي. بيقول الهيدر ده هو جزء من الايميل بيحتوي على عنوان كلا من المرسل والمستلم، ده اسمه الهيدر او الهيدنج. بادي يعني جسد، كونكلوجن خاتمة، جريتنج يعني تحية. رقم 8، I look forward to hearing from you is a or am not، دي ايه الجملة دي على بعضها اسمها closing، ومعناها بالعربي انا اتطلع الى تلقي اخبارا منك. كلمة hear from you يعني يتلقى أخبار من، يعني يرد عليا في رسالة بالأخبار بتاعته. header لسه قايلين معناها فوق اللي هو السطرين اللي بيكونوا بيحتووا على شريط المرسل والمرسل إليه، greeting يعني تحية، وأدرس يعني عنوان. رقم تسعة، what does the body of the email consist of، جسد الإيميل بيتكون من إيه، بيتكون من paragraphs فقرات، مش بتكلم من ادريسز عناوين، لان العناوين دي بتكون موجوده فين، بتكون موجوده في الهيدنج، بيكون فيها عنوان المرسل والمرسل اليه، والجريتينجز دي اللي هي التحيه، وهيدرز لسه قايلين معناها من شويه. رقم عشرة، بيقول لي وات ار هاي اند هاي، هاي وهاي دي يعتبروا ايه، دول جريتينجز الفاظ لتقديم التحيه. رقم 11، وي يوز هاي ان ا اور ان نقط ايميل، طبعا بنستخدم هاي في الانفورمال ايميل، فورمال يعني رسمي، انفورمال غير رسمي، وريتن يعني مكتوب، وسبوكن يعني منطوق. رقم 12، a header is a part of an email that contains the address of the، لسه حلينها قلنا the recipient and the sender. رقم 13، in an email the نقط line is where you type what the email is about، الإجابة كلمة subject هي اللي انت بتكتب فيها الايميل about ايه، يعني بتكلم عن ايه. attachment يعني مرفق لو في فيديو او رسالة او نص او ملف بتبعته مع الايميل، وto يعني الى، وfrom يعني من. رقم 14، are used only in an informal email، بتستخدم فقط في الانفورمال ايميل اللي هي الابريفيشنز الاختصارات، لكن الاتاتشمنت المرفق ممكن تبعته في الاثنين، والكولوكيشنز اللي هي المتلازمات اللفظية، والجريتينجز برضو الحاجات دي بتستخدم في الفورمال والانفورمال. رقم 15، in an informal email you can conclude with، في الانفورمال ممكن تقفله بكلمة باي، لكن كلمة later او your sincerely او mind كل ده بيستخدم في الفورمال ايميل. رقم 16، on the from line we write the address of the، طبعا في الفروم لاين بنكتب العنوان بتاع السندر. رقم 17، we write the information we want to tell the recipient in the body، يعني بيقول في المعنى احنا بنكتب المعلومات اللي عاوزين نخبر بها المستلم في جسد الايميل.
conclusion يعني خاتمة، header قلناها سطر العنوان قصدي سطر المرسل والمرسل إليه، و introduction يعني مقدمة. اللي بعدها رقم 18 after best wishes we write the signature، بعد كلمة best wishes بنكتب التوقيع. رقم 19 we usually write informal emails to، بنبعت الإيميلات للfriends والrelatives الأقارب اللي هي الانفورمال ايميلز، يبقى الإجابة هتكون both A and C. إنما الأوفيشالز الموظفين الرسميين بنبعت لهم formal email. رقم 20 we can use best wishes in the، بتكون في الconclusion اللي هي الخاتمة بتاعة البريد الإلكتروني. ودلوقتي مع التست اللي هو الاختبار on unit 4 على الوحدة الرابعة. أول حاجة عندي choose the correct answer. أول سؤال بيقول we can define burnout as، بيقول احنا ممكن نعرف burnout بأنه ايه؟ بأنه exhaustion يعني إعياء، إرهاق، إجهاد، كل دي معاني الكلمتين اتنين نفس المعنى. relaxation دي معناها استجمام، الاستجمام أو راحة الأعصاب أو تخفيف القيود، تخفيف القيود. determination معناها العزيمة والإصرار والإرادة، وكلمة attachment معناها مرفق. رقم 2 my sister made a cake you not try it it's lovely، الإجابة هتكون كلمة must، وهي هنا بتعمل حاجة اسمها warm invitation يعني بالعربي دعوة حارة، يعني بتعزم عليها وبتأكد عليها في العزومة قوي، بتقول لها أختي عملت تورتة لازم تجربيها إنها lovely جميلة. need طبعا مش هتنفع، ولا ought to ولا have to. have to بستخدمها في الإلزام والضرورة، و ought to بستخدمها في النصيحة، و need بستخدم معاها to بستخدمها برضو في الإلزام والضرورة. رقم 3 separation is a time of high emotional stress an antonym for stress is not، الإجابة هتكون كلمة relief. هو بيقول لي مضاد كلمة stress اللي معناها الإجهاد أو الإرهاق أو الضغط، مضادها أو عكسها كلمة relief اللي معناها شعور بالارتياح أو الراحة أو شعور بالفرج اللي هو الانفراج بعد الضيق. worry معناها القلق، anxiety معناها الهم أو القلق، وtension معناها الشد، شد الأعصاب يعني أو التوتر. والجملة معناها separation يعني الانفصال، يعني انفصال بين اتنين متجوزين. الانفصال هو وقت توتر عاطفي عالي. رقم 4 I don't know why she is unhappy she not failed an exam، الإجابة هتكون might have، لأن هو لو أنت ركزت بيقول I don't know أنا معرفش، ويبقى هيستخدم يقول إيه ربما. رقم 5 will she be able to cope with the work a synonym for cope is not، هو بيقول مرادف كلمة كوب، كوب ده فعل معناه ينجح في مواجهة مشكلة أو موقف صعب، اللي بيرادفها في المعنى هي كلمة endure اللي هي معناها يتحمل أو يعاني أو يصمد أو يستمر. give up دي معناها يتخلى عن أو يقلع أو يستسلم. yield طبعا بيكون معناها ينتج أو يثمر، ده لو جت إيه؟ لو جت فعل، لو جت yield لو جت فعل بيكون معناها ينتج أو يثمر. طيب لو حط لو حطت لها حرف جر معاها yield to دي بيكون معناها يتخلى عن أو يستسلم، زي مثلا لو قلت على سبيل المثال الجملة دي the army has yielded power to rebels، يعني الجملة دي بالعربي يعني الجيش تخلى عن السلطة للمتمردين أو للثوار. كلمة yield بقى لو جت اسم، لو جت ناون اسم بيكون معناها ايه؟ بيكون معناها غلة او عائد او المحصول، المحصول اللي بيجمعه الفلاح وكده يعني.
يبقى لو قلنا لو جت فعل بيكون معناها ينتج او يثمر، لو حطينا لها تو يبقى معناها يتخلى عن او يستسلم. سرندر ده فعل معناه يستسلم. رقم 6 ات نقط داد هو از ات ذا دور ذات از ذا اكزاكت تايم هي كامز باك افري داي. الاجابه ات ماست بي. ده هنا استنتاج، استنتاج في المضارع ديدكشن يعني، وبقول ده اكيد بابا هو اللي بيفتح البيت لان ده الوقت بالظبط اللي هو بيدخل فيه البيت كل يوم. المساله بعدها رقم 7 she frowned and was obviously puzzled. السينونيم فور فراوند از نوت. مرادف كلمة فراوند اللي معناها يقطب جبينه يعني كشر هي كلمة became angry يعني يصبح غاضبا. Was delighted مسرور. danced يرقص. وchanted دي معناها ينشد أو يغني أو يرتل. كل دي معاني كلمة chanted، وإنه منها كلمة اسمها chant معناها أنشودة أو أغنية أو ترتيلة. رقم 8 علي كان eat a lot of pies. the verb can eat consists of بيتكون من modal اللي هو كان اللي هو يعني فعل ناقص and a main verb فعل أساسي اللي هو كلمة eat. المسألة اللي بعدها رقم 9 she may come soon. the verb may is a ده اسمه modal يعني فعل ناقص ومين يعني فعل أساسي وترانستيف يعني فعل متعدي بينصب مفعول وفريزر يعني فعل عباري اللي هو بيكون معاه حرف جر زي مثلا على سبيل المثال لوك لوحدها فعل اساسي معناه ينظر لكن لوك افتر ده فريزر فيرب يعني فعل عباري مع حرف جر هو بيغير معناه يبقى معناه يعتني بي. المسألة اللي بعدها رقم 10 choose the correct figures of speech. وكلمة figures of speech اللي هي مواطن الجمال او المعنى اللي فيه يعني ايه سموها ايه معنى بلاغي او اساليب البلاغة. بيقول we bear hair long like a pearl on a string. بيقول لي ايه الاسلوب البلاغي في الجملة دي طالما فيها كلمة like. اي جملة تشوفها واطلب منك فيها الاسلوب البلاغي الموجود فيها كلمة like اللي هي معناها مثل يبقى انت ده اسمه حاجة اسمها simile. simile يعني تشبيه ودي من الكلمات اللي انا بنطق فيها حرف الاي في اخرها مش بقول سيمايل لا simile انها شاذة في نطقها. ميتافور دي معناها مجاز او استعارة. واباستروفي اللي احنا بنستخدمها دي اسمها اباستروفي اهي. ودي هايبربلي. هايبربلي دي معناها مقارنة مبالغ فيها، مقارنة مبالغ فيها بتساوي كلمة اكساجيريشن اللي هي معناها مبالغة. الجملة دي على بعضها معناها ايه؟ معناها احنا كنا شايلينها مثل لؤلؤة في خيط يعني احنا شايلينها كأننا شايلين لؤلؤة مربوطة في سلسلة كده عارفين اللؤلؤة اللي هي بتاع المهم يعني كأنه شايل ميدالية يعني يقصد كده. بالنسبة للهايبر بليو حبيت اجيب لك عليها مثال زي لو قلت على سبيل المثال I am so hungry so I could eat a horse بالشكل ده. I am so hungry I could eat a horse يعني انا جعان جدا انا اقدر اكل حصان. دي هنا ايه؟ دي مقارنة مبالغ فيها. هو في حد ياكل حصان؟ يبقى هو بيبالغ اوي في الكلام ايه الكلام بتاعه. المسألة بعدها رقم 11 which of the following is a formal email. طبعا اللي هو الايميل الرسمي هتكون an email to a customer ايميل الى عميل. رقم 12 in an informal email you not في الايميل غير الرسمي you can simply skip sign off altogether. يمكن ان تتخطى كتابة التوقيع تماما. كلمة altogether ظرف معناه جملة او تماما او عموما كل دي من معاني. رقم 13 a gerund is not. الجيرند يعني verb ing بيتم استخدامه كاسم. ده تعريف الجيرند اللي هو a verb that ends in ing that acts as a noun. اما التعريف اللي فوق ده اللي هو a verb which expresses possibility objective or need ده اسمه modal verb اللي هو الفعل الايه الفعل الناقص. وسموه ناقص لانه ما بيديش معنى لوحده يعني مثلا زي على سبيل المثال فعل كان ده فعل ناقص. لو انا قلت احمد كان يستطيع وسكت
هل المعنى مكتمل ولا المعنى ناقص؟ المعنى اكيد ناقص. انت فهمت ايه من الجمله؟ احمد يستطيع، ما انتش فاهم حاجه. بقول احمد يستطيع ان يسبح، يبقى كده المعنى بقى كامل، بيحتاج معاه مين فيرب بفعل اساسي عشان يوصل رساله او يوصل معنى كامل مكتمل. فعشان كده اتسمت افعال ايه؟ افعال ناقصه. A word or a phrase that disrupts the flow of a sentence، ده حاجة أو تعريف حاجة اسمها interrupting phrase، اللي هي الجملة الاعتراضية، وكمان ممكن أسميها interrupter، ده أحد أساميها التانية برضو، هي يعني جملة اعتراضية، أو برضو بتقال عليها insertion، أو بتقال عليها كمان mid sentence interruption، برضو كل دي من إيه؟ من أساميها mid sentence interruption. كل ده تعريف الجملة الايه؟ الاعتراضية. لكن بيقول لي a person, place, thing or idea، ده تعريف الايه؟ النون اللي هو الاسم. رقم 14 a sentence contains a subject and a or a not، الجملة اللي بتحتوي على فاعل وايه؟ و predicate. predicate يعني ممكن يجي معناها مسند، مسند اليه او خبر او مفعول به، كل دي من معناها بالعربي. طبعا conjunction يعني حرف عطف، word يعني كلمة، و adjective يعني صفة. رقم 15 on no condition not to leave early، الإجابة هتكون must they be allowed. وكلمة on no condition لما يجي بعدها، لما هي تيجي في أول الجملة بيجي بعدها ترتيب حاجة اسمها inversion. inversion ممكن تبحث عنه على اليوتيوب هتلاقي شرحه موجود، يعني انك الجمله بتيجي بعد التعبير اللي بيجي في اول الجمله على هيئه سؤال او على صيغه سؤال، زي نو سونر كده لما بتيجي في اول الجمله يجي بعدها ترتيب حال السؤال، دي برضو نفس القصه، فهيجي بعدها ترتيب حال السؤال بالشكل ده must they be allowed. طبعا ده مش ترتيب حال السؤال ولا ده ولا ده. ولما تيجي تترجم الجمله بالعربي بيكون معناها ايه؟ بيكون معناها جمله خبريه عادي، مش بيكون سؤال. يعني الجمله ده هيكون معناها ان هم يجب ان يتم يجب أن يسمح لهم بالمغادرة مبكرا on no condition، بدون أي شروط. on no condition ده تعبير معناه إيه؟ بدون أي شروط، يجب أن يسمح لهم بالمغادرة مبكرا. رقم 16 which of the following is punctuated correctly، الترقيم السليم موجود في letter C، اللي بقول this frog either male or female will stay إلى آخر الإيه؟ الى اخر السطر. الاخطاء اللي موجودة عندي دي اسمها يا جماعة ايه؟ لسه قايلينها من شوية interrupter، اللي هي الجملة الايه؟ الاعتراضية. الجملة الاعتراضية اللي موجودة دي ممكن افصلها من الجملة الاساسية بوضع اتنين كوما، واحدة في اولها وواحدة في اخرها، او two hyphens شرطتين كده بالشكل ده، او parentheses اللي هما ايه؟ الاقوال. لكن اكتر حاجه مستخدمه وشائعه في الاستخدام لفصل الجمله الاعتراضيه هي الاثنين كوما، واحده في الاول واحده في الاخر. يبقى الاجابه المناسبه هتكون في ليتر سي. طبعا هنا برضو ناقص الكوما الثانيه، وفي ليتر دي جايب لي سيمي كولون وسيمي كولون، وده غلط. رقم 17 which of the following sentences is punctuated in the correct way، الجمله ليتر اي هي الجمله الصحيحه الترقيم فيها سليم، والاخطاء في ليتر بي سام اللي هو اسم شخص مخاطب لازم يجي بعده كوما مش موجوده، ليتر سي دونت حاطط لك الابوستروفي تحت عاملها كوما، وليتر دي عامل لك في اخر الجمله الخبريه كويشن مارك، ودي جمله خبريه المفروض تحط في الوسط. السؤال بعد كده رقم 18 بعد ما تقرا القطعه دي كلها بيقول لك what do you think would be the moral of the given extract، يعني ايه في رايك كده ايه القصه المستفاده من النص ده؟ طبعا الاجابه هتكون think twice before you speak، فكر مرتين قبل أن تتحدث. الجملة الأولى when the blind lead the blind both shall fall into the ditch، الجملة دي معناها إذا قاد الأعمى أعمى سقطا في حفرة، أهي إذا قاد الأعمى أعمى سقطا هما الاتنين يعني في حفرة. والجملة الثانية the one eyed person is a beauty in the country of the blind، يعني الأعور في بلد العميان ملك. انا بحاول اقول اوصلك الايه المعنى، مش المعنى الحرفي، المعنى بتاع الايه الجمله، لان هو المعنى الحرفي بيقول الاعور one eyed person يعني شخص بعين واحده اللي هو الاعور هو جمال في بلد العميان، جمال يعني ملك يعني.
رقم letter C better be one-eyed than quite blind. دي معناها ان نصف العمى ولا العمى كله، انك تكون بعين واحدة افضل من انك تكون اعمى تماما. دي معنى المثل المصري بتاعنا نصف العمى ولا العمى ايه ولا العمى كله. رقم 19 select the best supporting detail. تخيل ان التوبيك سنتنس بتاعتك بتتكلم عن reading class is really interesting، ان القراءة او حصة القراءة شيقة جدا. افضل supporting detail هتكون sometimes we do dramatic readings of the text that are super engaging. الشخص بيقول ان حصة القراءة دي رائعة، هينفع يقول we learn nothing، احنا ما بنتعلمش منها حاجة، بنتعلم nothing، بنتعلم لا شيء، فدي غلط. ينفع يقول our teacher gives us no new ways، المستر بتاعنا المدرس ما بديناش طرق جديدة، يبقى دي غلط. ينفع يقول it's my least favorite class، انها اقل حصة مفضلة عندي، كلهم ما بيعبروش عن معنى التوبيك سنتنس. رقم 20 select the best topic sentence for the paragraph. افضل جملة موضوع للباراجراف اللي جاي ده. بعد ما تقراه هتلاقي افضل جملة sentence اللي هي بتقول the sun is a huge ball of gas، اللي هي الشمس كرة هائلة من الغازات. رقم 21 certain kinds of peonies can produce beautiful red or pink flowers. The underlined word is a or an adverb. كلمة كان اللي تحتها خط دي هي مودال فيرب، يعني فعل ايه؟ فعل ناقص. وكلمة بيانيز جمع كلمة بياني اللي معناها نوع كده من انواع النباتات اللي بتحط في الجناين، اسمها الفوانيا، او نبات اسمه هو عود الصليب، اسم النبات كده يعني. رقم 22 the syllable able at the end of the word enjoyable is a or a not. طبعا انا في خطأ طباعة عامل لي 2 اي اي واحدة. هو بيقول ان كلمة able اللي موجودة في اخر كلمة enjoyable دي اسمها ايه؟ ده اسمه suffix، يعني لاحقة توضع في نهاية الكلمة لتغيير معناها، وعكسها كلمة prefix اللي معناها بادئة بتوضع في اول الكلمة لتغيير معناها. article يعني اداة زي a و an و ذا، دي اسمها article، و prefix دي معناها مقدمة او تمهيد. رقم 23 while running quickly is a or an نقط. طبعا دي اسمها ايه؟ دي fragment، يعني شظية او جزء من جملة مفهوش فعل. while running يعني عند الجري او اثناء الجري بسرعة، مفيش فعل. طبعا ما تنفعش predicate اللي هي معناها خبر او مفعول به، ولا question سؤال، ولا complete sentence جملة كاملة. رقم 24 in which of the following sentences does could show suggestion. فين اللي could بتستخدم على سبيل الاقتراح؟ في letter C اللي بتقول we could go to the park and have fun، يعني احنا ممكن نروح الحديقة ونستمتع، هنا بتستخدم على سبيل suggestion يعني الاقتراح. رقم 25 in 1894 German scientists claimed that too much sun could cause skin cancer. بيقول في سنة 1894 عالم ألماني أو علماء ألمان زعموا أن التعرض الكثير لأشعة الشمس يمكن أن يسبب سرطان الجلد. هنا what type of code is this؟ نوع هنا code في الجملة دي إيه؟ بتعبر عن possibility يعني الإمكانية أو الاحتمالية، ability يعني القدرة، prohibition المنع والحظر، وsuggestion معناها الاقتراح. يبقى هي في الجملة اللي فوق دي كانت بتؤدي الاقتراح اللي هي ده هي، لكن هنا في الجملة اللي احنا قريناها بتعبر عن الايه؟ عن possibility. لكن في الجملة اللي فوق اللي هي she could swim at the age of 7 دي بتعبر عن ability، بتعبر عن القدرة في الماضي. she could be here at any time دي بتعبر عن possibility. we could have died but we were lucky دي بتعبر عن ان شيء كان محتمل حدوثه فين؟ في الماضي، لكن حدث عكسه. المسألة بعدها رقم 26 which sentence includes an adverb وبعدين adverb وبعدين adjective. هتلاقيها موجودة في letter A، ادي الادفرب الاولاني وادي الادفرب الثاني وادي وادي الصفة قصدي اللي هي تالت حاجة. والجملة معناها الناس اللي هم مشهورين عادة عندهم مستقرين ماديا. secure صفة معناها آمن او مطمئن او مستقر. financially صفة ظرف معناها ماديا. رقم 27 which of the following is a phrase عبارة فين؟ العبارة في works hard يعمل بجد، ودي عبارة ايه؟ عبارة فعلية.
وبقية الكلمات ادي فاعل فعل، ودي اسمها predicate، يعني ممكن نقول عليها هنا مفعول. he works hard فاعل فعل، برضو نفس القصة. he believes فاعل فعل، ودي in hard work برضو نفس القصة. رقم 28 I suggest everyone نقط for the teacher till he نقط the question. التعبير الكلم الفعل ده suggest أو الفعل recommend أو الفعل insist، بيجي بعدهم فاعل وبعد الفاعل مصدر أو should زائد المصدر. يبقى احنا ناخد ايه؟ يبقى to wait دي غلط، waiting دي غلط، أنا محتاج مصدر أو to زائد المصدر، يبقى واحدة من دول. بيقول لي till he، till he ايه بقى؟ هنا بقى بعد هي باخد في اس او اي اس، يبقى الاجابة هتكون لتر بي. رقم 29 most farmers used to grow lots of different kinds of crops. بقول لي كلمة used to هنا تعتبر ايه؟ دي تعتبر modal verb بتندرج تحت قائمة الافعال الناقصة. transitive متعدي، intransitive فعل لازم، state verb اللي هو افعال الحواس والتفكير اللي هي ما بتتحطش في الازمنة المستمرة. رقم 30 which of the following line is metaphor. ميتافور معناها مجاز او استعارة. الجملة اللي فيها ميتافور مجاز او استعارة هي letter A اللي بقول revenge is a kind of wild justice اللي هو الانتقام نوع من العدالة البرية اللي هي العدالة اللي بتكون موجودة في الغابة، ان مثلا لو في حيوان اعتدى على حيوان فالحيوان التاني بيروح يرد عليه الاعتداء باعتداء زيه، بينطحه بيخبطه بيقتله ايا كان بقى نوع الاعتداء. بقول ان الانتقام ده نوع من انواع العدالة البرية اللي ما في ما فيهاش فيها اي صفة من صفات الانسانية. دي فيها ايه؟ مجاز او استعار، بيحاول ان هو يضفي صفة من صفات الحيوانات على الايه؟ البشر. انا مش فاهم او في البلاغة بس هي ايه دي اللي فيها مجاز او استعار. لكن الجملة اللي بتقول let not ambition mock their useful toil دي فيها personification واضحة جدا. personification يعني ايه personification؟ يعني تشخيص، يعني بيصور حاجة على انها انسان. بيقول let not يعني لا تسمح للطموح ان يسخر من العمل المفيد او العمل الجاد، ما تخليش الطموح يسخر منه. هو الطموح هيسخر هنا بيعتبر ان الطموح انسان هيسخر. بعد كده oh what a noble mind is here over though دي ده جملة مقتبسة من مسرحية هاملت لشكسبير، من مسرحية هاملت لشكسبير اللي هو السطر كله على بعض. Our sweet strong still sad souls ده فيها نوع من أنواع البلاغة اسمه alliteration. alliteration يعني الجناس. ايه الجناس ده؟ اللي هو تكرار الأصوات أو الحروف في الجملة. هتلاقي هنا مثلا حرف الاس كرر اهو sweetest songs saddest thoughts، هو ده الجناس اللي أنا قصدي عليه. هننتقل بعد كده لإجابة الـ reading comprehension. بقول لي أول حاجة number 1 إجابتها D، number 2 إجابتها B، number 3 إجابتها B، 4 C، number 5 A، number 6 C، number 7 A، و number 8 D، و number 9 B، و number 10 A. القطعة التانية number 1 B، number 2 A، نمبر 3 سي، نمبر 4 سي، ونمبر 5 سي، ونمبر 6 سي، ونمبر 7 اي، نمبر 8 اي، نمبر 9 اي، ونمبر 10 سي. بالنسبه للترجمه اول قطعه اللي بتقول ذا ريوبننج اوف بيتشز كمز از، اجابتها حرف الدال تاتي اعاده فتح الشواطئ بمثابه مصدر ارتياح لكثير من اللي اخر السطر. الأخطاء اللي موجودة في الترجمات التانية بمثابة ارتياح مصدري، لا هي بمثابة مصدر ارتياح مش ارتياح مصدري زي ما هو عامل كده. A relief يعني comes as a relief مصدر ارتياح. حرف البي الخطأ اللي فيها بيقول لي الذين يعتبرون الإسكندرين مدينة، هم بيعتبروا الإسكندرية مدينة، أمال هي إيه؟ ما كل الناس ما الناس عارفين إنها مدينة. الصح الذين يعتبرون مدينة الإسكندرية على البحر المتوسط واحدة من أهم وجهتهم. حرف الدال بقى حرف الجيم قصدي الخطأ اللي فيها الذين يعتبرون الإسكندرية التي هي على البحر الأبيض، برضو دي غلط، الصيغة دي خاطئة. الجملة اللي بعدها The World Health Organization estimates that إلى آخر الحاجة، ترجمتها حرف الجيم تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من مليار شخص إلى آخر الجملة.
الأخطاء اللي موجودة في الترجمات التانية، أن ما يتجاوز من مليار شخص، دي غلط. أن ما يتجاوز برضه كل ده غلط. هو قال close to، يعني ما يقارب، ما يقارب أو ما يقرب من، مش ما يتجاوز. حرف الدال الخطأ اللي فيها الاستخدام المتضرر للكحول، لا هي الاستخدام الضار مش المتضرر. القطعة اللي بعدها، حرصت مصر على استكمال بناء المتحف المصري الكبير. إجابتها letter A، Egypt has been keen on to complete. إلى آخر القطعة. الأخطاء اللي موجودة عندك في كلمة constitution اللي معناها بالعربي دستور أو تكوين، وأوقات برضو بتيجي بمعنى بنية الجسم. هو قال بدل بقول to complete عشان نكمل بناء المتحف المصري الكبير، مش كلمة دستور. يبقى انت محتاج كلمة construction مش كلمة constitution. كلمة constitution برضو موجودة في letter C، هي نفس الكلمة. وحرف الدي الخطأ اللي فيها في كلمة locates، هو المفروض مش كلمة locates، المفروض كلمة located، يعني الواقعة بالقرب من، located مش locates. رقم 4، عندما لا يحصل الأطفال على كفايته من الحديد. إلى آخر القطعة. ترجمتها letter B، when children do not get enough iron. الأخطاء اللي موجودة في الترجمات التانية عندك في كلمة the results harmful، محطش هنا الفعل are زي كده، the results are harmful. ونفس الخطأ موجود في letter C، والليتر دي الخطأ اللي فيها كلمة the disability اللي معناها الإعاقة. هو ما قالش الإعاقة، هو قال عدم القدرة، اللي هي المفروض تبقى كلمة inability. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى لو عجبكم الفيديو تضغط لايك للفيديو وتشاركوا مع زمالك على وسائل التواصل الاجتماعي. أتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.